السلام عليكم. يسألوني وش الأعراض اللي تظهر على المريض المحسود وقت الرقية؟ التنمل في الأطراف أو في الجسم بشكل كامل، النوم، الكسل، الفتور في الجسم، الضيقة، البكاء أو الدموع بلا يعني بلا بكاء بلا مبرر، آلام في الكتفين مع حرقان، كذلك انتفاخ في البطن أو غازات أو تجشو. هذه كلها أعراض التثاؤب، هذه كلها أعراض الحسد اللي تظهر وقت الرقية. أعراض السحر وقت الرقية مشابهة لأعراض الحسد وقت الرقية، لكن يفرق بينهم الراقي. أما المس فيكون الممسوس يعرف أنه ممسوس من قبل الرقية. شلون؟ تجي تحرشات وقت النوم، مضايقات وقت النوم، نزع أو رفع الملابس وقت النوم، يشوف تخيلات قدامه أو يسمع أحد يناديه أو يسمع أصوات تنادي باسمه أو شيء من هذا. ثقل في الصلاة والوضوء، هو مو معناته أنه ثقل ما يبي يصلي، لا هو يبي يصلي لكن يجي ثقل وقت الوضوء وقت الصلاة. أنا ما أقول مثلا الكلام من أجل نوسوس بالناس، لكن كثيرين يسألون إيش أعراض هذا. هذه الأعراض اللي تظهر على المريض وقت الرقية أو اللي يسبق الرقية. علاج الأمراض الروحية القرآن، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وإحسان الظن بالله عز وجل والصبر على البلاء. بين فترة بعرج على هالموضوع إن شاء الله.